الأردن الإماراتية وقرب العيد. مساك الله بالخير يا أبو عبد الله، كل عام وأنت بخير مقدما. الناس ينتظرون عيديتهم من دخون. أبشرك مو بس عيدية، إن شاء الله عيدية وعرض وعلم غائب بإذن الله. كفو والله، يلا عطنا الشيء الزين. أبشرك. يلا عرض العيد يا أبو عبد الله. إحنا دائما في عادة عندنا في كل عيد يكون في عندنا باقة نسميها خوي العيد. عيد الأضحى يجي في السنة مرة، وهالباقة نجيبها دائما في السنة مرة. أول منتجاتها هو عطر سيجنتشر جولد، هذا عبارة عن زهور فرنسية، فانيليا، مسك وعسل. زهور فرنسية، فانيليا ومسك وعسل، ما شاء الله تبارك الله. رايق أصلا من التركيبة تعرف أنه العطر قوي. ان يكون العطر فيه عسل ومسك مرة رائع للصيف، عدا انه ثابت يكون جدا فواح، يمشي العطرك يمشي معك. باقة العيد ثلاثة منتجات؟ باقة العيد ثلاثة منتجات، والعرض ما راح اقول لك. اول منتج من باقة العيد منتج محترم يرفع الراس كالعادة، عدا فخامته، فخامة الباكج تبعه لو تبي تقدم هدية. كفو. هذا المنتج الثاني من باقة خوي العيد، سيجنتشر سيلفر. في عطور تفوح، وانا اقول لك ان هذا عطر يسولف مو بس يفوح، عطر رجالي فاخر للصيف. صدقني مو بس راح يكون ودك تطيب منه، ودك ان العطر هذا ما يفارق، على انه ثباته جدا عالي، بنرش لك وبتشم. ايش مكوناته؟ هذا زهور فرنسية، يقولونه برقموت. البرقموت هو شيء من انواع الليمون. بس عطر فاخر وفيه باتشولي بارد، ما شاء الله تبارك الله. اليوم عندك مستشار عطور كبير. لا والله شوف الشيء الزين يبان، والله الشيء الزين يبان. طبعا هذا رجالي، طبعا هذا رجالي، هذاك نسائي، هذا نسائي، ما شاء الله. وختامها مسك، عطر القادم مسك بس مسك شيوخ. يلا هذا المنتج الثالث من باقة خوي العيد. العلبة ما شاء الله تبارك الله متميزة عن البقية. فعلا هذا هو العطر الوحيد في الدخون الإماراتية اللي مكتوب عليه VIP، مسك VIP. هذا العطر انتم مسمينه VIP؟ نعم. ليش؟ لثلاثة أسباب، غلاء التركيبة اللي فيه، فيه بخور عود، وفيه مسك، يعني يعتبر من أغلى أنواع المسك في الدخون الإماراتية، يعطيك انطباع كأنك متبخر متعطر. هذا مناسب جدا للأعياد، للمساجد، المناسبات، البشت، كبار السن، فيه فن عجيب، رسمي رسمي وبارد، يستخدم نساء. الفي اي بي هذا رسمي على اسمه. اي والله نبي تضبيطة العرض المحترمة يا ابو عبد الله. كنا نغيب عن سناب مرتضى فترة، بس اذا جينا نجي جايبين معنا شيء يكسر الدنيا. يلا بنشوف اللي يكسر الدنيا. الباكج ثلاثة عطور خوي العيد. انا قبل ما اقول لك السعر بقول لك على ميزه الان موجوده في مجموعه سيجنتشر عندنا. الزجاجه تبع العطر يسمونها الزجاج الكريستالي، يكون مصقول مثل الكريستال، فاليوم انت يوم تاخذ معك تحفه وزنها اكثر من نص كيلو، ما شاء الله. يعني عدا جوده العطر جوده التقديم، ما شاء الله تبارك. السعر كالعاده الباقه بتجيك بهذا الشكل، تجيك ثلاث منتجات. هذا المنتج الاول سعره 299، والسيجنتشر سعره 285، ايه، والسيجنتشر جولد 285. حلو. المجموع كم يصير؟ تقول لك المجموع طبعا تقريبا حدود 800 وشوي. كل الإماراتية تقول لك تاخذ الاول 299، ثم تاخذ السيجنتشر مجانا والسيجنتشر جولد مجانا. كفو والله، يعني كفو. الباقة كلها تعتبر 299، الباقة كلها بقيمة عطر واحد، اقوى من كذا ما في. ارفع الشاشة فوق وعيدك مع دخون الإماراتية. وقبل الجميع كل عام وانتم بخير يا تاج الراس.